على أنغام وتراتيل الميلاد رفع سكان مدينة جرمانة أمنياتهم بالسلام لسوريا وجيشها لدى مشاركتهم بالأمسية الميلادية يا جاي نورت بلادنا. والكرنفال الذي نشر الفرح في شوارع مدينتهم التي لطالما عانت من ويلات الإرهاب. نحن بالفعل بسوريا وخاصة بهالمدينة بالعاصمة كنا بحاجة لأجواء الفرح. نحن حاولنا بهالريسيتال نعيش مع أطفالنا أجواء الفرح، وهلأ بالكرنفال بدهم ينقلوه لكل أهالي جرمانة. حبينا أنه نشترك مع بعضنا، بعضهم لبى الدعوة لنكون كلياتنا بصوت واحد وحركة واحدة ننشر الفرح بالعيد. نحن بحاجة للفرح، وهذا واجبنا نحن أنه نحافظ على بسمة الطفل، نحافظ على فرحه، ونحافظ على الفرح للناس الموجودين مين ما كانوا يكونوا، ونقول لهم سوريا الساعتها بخير. إن شاء الله يكون هيك ميلاد وفرح ويعم البلد كله يا رب. هذا جيل ولد بالحرب، فهي الحرب ما خلتهم يعرفوا شو يعني محبة، شو يعني عيد، شو يعني احتفالات، كيف بتصير احتفالات بالكنايس. حبينا نرجع نعيد هذا الشيء من الأول، وكرمال نرجع البهجة لقلوبنا. يعني ما في بيت ما ضل محزون، بتخيل عم نجرب نرجع نعيش هالأمل بالحياة من أول وجديد.